حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة كل واحد منا أحبتي في الله، انتبهوا معي رجاء، ينبغي أن يعلم لماذا يعبد الله، لماذا فرض الله علينا العبادات، لماذا يعاقب على من يترك الصلاة مثلا، لماذا يعاقب من لا يؤمن به. هناك أسباب منطقية وليس كما يدعي بعض الملحدين. أحبتي في الله، أنا استمعت لفيديو لأحد الملحدين وحقيقة يعني يتحدث بشكل منطقي، ولكن للأسف الخلفية التي يتحدث بها غير منطقية، لأنه ينظر إلى الإله وكأنه مخلوق، وهذا الخطأ الكبير الذي يرتكبه الملحدون. ينظرون للخالق وكأنه مخلوق، مع العلم أن الخالق لا يسأل عما يفعل. على الرغم من ذلك، الله تبارك وتعالى وضع لنا في كل عبادة سرا من الأسرار. أحبتي في الله، هذا الملحد يقول إن إلهكم ضعيف وبحاجة لمن يعبده، لو كان إلها قويا غنيا مستغنيا عن الخلق لماذا يأمر العباد وهم مخلوقات ضعيفة، لماذا يأمرهم أن يعبدوه، ومن يخالف يحرقه في النار. هذا إله، يعني أنتم اخترعتم هذا الإله، هذا ليس إلها. الإله الحقيقي يجب أن يستغني عن عباده، يجب أن يكون في منزلة عالية جدا ولا ينزل إلى هذا المستوى، حيث يتعامل مع الناس ومع البشر ومع المخلوقات على أنهم يعني مثله، من يخالف أمري أعذبه، من كذا. هذه الصفات بشرية. يقول أنتم من اخترعتم الدين، وأنتم من وضعتم في عقول الناس، طبعا يصفهم بالأغبياء وكذا المؤمنين، يعني وضعتم هذه الفكرة لتسيطروا على عقول الناس إلى آخره. أيها الأحبة، فقط هذا الكلام أنا أقول صحيح ومنطقي في بشرط واحد، أن يكون هذا الخالق مخلوق، هناك من خلقه، هذا يصح في حق المخلوقات. كل مخلوق بحاجة لغيره، لا يوجد مخلوق يستطيع أن يستغني عن كل شيء، كلنا بحاجة للخالق العظيم. طيب، أنا دعوني أتساءل، لماذا أمرنا الله أن نعبده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا؟ هل الله بحاجة لنا؟ أولا أيها الأحبة، العبادة شرعها الله وفرضها عليك أيها الإنسان لتصلحك أنت، لأنك أنت بحاجة لهذه العبادة وليس هو عز وجل. الذي يخترع جهاز موبايل يقول لك هذا الجهاز بحاجة لعملية شحن كل فترة لكي يبقى في حالة عمل، فالصانع يعلم ما يصلح مصنوعه. يقول لك هذا الجهاز بحاجة إلى صيانة كل فترة، بحاجة إلى تنظيف، بحاجة إلى أن تبعده عن الماء. تقول له لا، أنا أريد أن أغمسه في الماء وأريده أن يعمل. لا يمكن. هذا الخالق العظيم أيها الأحبة، دعوني أبدأ، منذ أن خلق الله الإنسان خلقه بطريقة يستطيع أن يختار، والقدرة على الاختيار لابد أن يكون هناك خير وشر، وإلا كيف تعطي إنسان صلاحية اتخاذ القرار إذا كانت كل القرارات التي سيتخذها صحيحة؟ إذن ليس هناك أي معنى لاتخاذ القرار. يعني لو فرضنا لدينا شركة الآن، نريد أن نضع مدير عام لهذه الشركة، هذا المدير العام أي قرار يتخذه يكون صحيحا، يعني لا يستطيع أن يتخذ قرارا خاطئا. إذن أنت تستطيع أن تضع أي إنسان أو تضع آلة مكان هذا الشخص، ولكن عندما يكون هناك قرارات خاطئة وقرارات صحيحة،
هنا يبرز أو تبرز أهمية هذا المدير. الله عز وجل عندما كرمك أيها الملحد كإنسان، كرمك كإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل ولقد كرمنا المؤمنين أو المسلمين أو اليهود أو النصارى أو من يؤمن بي، لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإله العظيم كرمك أيها الملحد وأعطاك القدرة على اتخاذ القرار، لذلك أنت تجلس الآن وراء اليوتيوب والكاميرا، تستطيع أن تروج إلى الإلحاد، للإلحاد، وتستطيع أن تدعو إلى الله. من الذي يمنعك؟ لا أحد، الشيطان فقط هو الذي يوسوس لك، يقول لك شوه صورة الإسلام، شوه صورة الإله عز وجل، أقنع ضعاف القلوب أن هذا الخالق بحاجة لهم، وبالتالي تشعر بالسعادة. طيب أنت كملحد الآن لديك قدرة على الإيمان، من الذي يمنعك أن تؤمن؟ لا أحد، إذن أنت حر. عندما أكرم الله البشر وأعطاهم القدرة على اختيار الصح والخطأ، لابد أن يكون من الأساس هناك صح وخطأ، وإلا ما فائدة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما الدليل على أنك حملت الأمانة باختيارك؟ الآن أنا أريد أن أخيرك أيها الملحد، هل تحب أن تبقى إنسان أو تتحول إلى قطعة حجر في جبل مثلا؟ لا أحد يقول يتمنى أن يفقد حياته، إذا تمنوا الموت إن كنتم صادقين. لا أحد يدعي أنه يتمنى أن يكون حجرا ثابتا ليس له قرار، ليس له إرادة مثل الجبل. أنت ما دمت مرتاح وسعيد بأنك قادر على اتخاذ القرار، معنى هذا أنك وافقت على الأمانة التي حملك الله إياها. إذن الموافقة موجودة في داخلك وتظهر في سلوكك. الآن الله وضع لك الخير والشر. طيب هذا الإله خلق النفس ويعلم أن هذه النفس توسوس، ويعلم أنها ستقودك إلى الهلاك والهاوية وإلى مصير أسود. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا الإله خلقك، أعطاك حرية الاختيار، الأمانة، وقال لك اعملوا ما شئتم، اعمل ما تشاء، أعطاك العقل. طيب لماذا فرض علي الصلاة؟ فرضها علي لمصلحتي، لأن الله يعلم أن هذه الصلاة إذا التزمت بها 5 أوقات فإنها تضبط الساعة البيولوجية لك أيها الإنسان، لأن مواعيد الصلاة مرتبطة بأحداث، بظواهر كونية، الشفق، شروق الشمس، الغروب، الكذا، الزوال، مرتبطة، ومرتبطة أيضا بأن جسدك هذا يفرز هرمونات في أوقات محددة تتفق مع النظام الكوني هذا من شروق الشمس وغيابها وكذا، فأمرك بالصلاة ليضبط لك الساعة البيولوجية ويعلمك النظام، أمرك بالصلاة ليقيك شر أمراض المفاصل، دراسة تحدثنا عنها أكثر من 100 مرة، مجلة علمانية ليس لها علاقة بالصلاة، مجلة هندسية قامت ببحث عن تأثير حركات الصلاة على العمود الفقري والعظام، وتبين أن هذه الصلاة إذا حافظت عليها فإنها وقاية لعمودك الفقري الذي يحملك. اليوم أيها الأحبة، ملايين الناس لديهم مشاكل في العمود الفقري، لماذا أمرك الله أن تصلي؟ ليجنبك هذه الفواحش، هذه الأمراض والمشاكل. 3، الصلاة تجبرك أن تبقى طاهرا، تبقى في حالة طهارة. نحن الآن في عصر وباء، يعني ننتظر حتى يأتي الوباء ليقول لنا الأطباء اغسل يديك ووجهك
وباستمرار لكي تبقى تزيل البكتيريا الضارة والفيروسات وكذا. طيب الله يعلم أن هناك أوبئة وهناك أمراض وهناك بكتيريا، أمرك أن تتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة. الوضوء إذن وقاية لك من المرض. الشيء الرابع، الصلاة صلة بين العبد وربه، يعلم أن الهموم ستركبك، يعلم أن مشاكل الدنيا كثيرة، جعل لك فرصة أن تتواصل معه. يا أخي الملوك لا يحلم المواطن العادي الفقير وبخاصة إذا كان معدم أن ينظر إليه الملك، لا أن يلقاه. طيب أنت كل يوم أعطاك رب العالمين فرصة أن تلتقي به وتكلمه 5 مرات كل يوم، وأعطاك فرص أخرى، أي آية تقرأها واذكروني أذكركم، كلما قلت لا إله إلا الله الله يذكرك. إذن هذا منتهى الكرم والعطاء من الله عز وجل. طيب هذه العبادة إذن هي لمنفعتي، طب لماذا يعاقبني الله عليها سبحانه وتعالى؟ قبل ذلك أيها الأحبة، أنا لدي هنا آيات وضعتها على برنامج إحصاء القرآن. كلمة لأنفسكم تكررت 7 مرات في القرآن. انظروا معي أنني أنا عندما أتحدث هذا الكلام وأقول إن الله أمرك بالصلاة والعبادات لمصلحتك أنت، أنا أستند لقول الحق تبارك وتعالى، هو أخبرني به: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لمن لله، لا وما تقدموا لأنفسكم. إذن أنا عندما أتصدق أصبح أكثر سعادة، أكسب ثقة الناس ومحبة الناس، عندما أصلي أكثر أصبح أكثر صحة، وهذه الفائدة لنفسي أنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الغريب أن الله يعطيك العلاج ويعطيك المكافأة، أعطاك الصلاة كعلاج ثم كافأك عليها، سبحان الله، يعني كرم إلهي. أعطاك المال تتصدق به ويكافئك عليه مع أنه هو صاحب المال عز وجل. طيب الآية الثانية: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذن قدموا لأنفسكم. الآية الثالثة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. طيب يوم يحمى عليها، هؤلاء الذين يكنزون الأموال، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذن انظر أخي الحبيب، عندما تكنز وتبخل وتلحد تضر نفسك، وعندما تصلي وتعبد الله وتصبح أخلاقك حسنة وتصبر وتنفق في سبيل الله تنفع نفسك أيضا. إذن القضية مصلحة شخصية، وأنتم أيها الملحدون تنادون بمبدأ المصالح الشخصية، هذا هو تحقيق المصلحة الشخصية الحقيقية، تكون بالقرآن. على فكرة يعني إذا طبقت القرآن أنت تطبق مبدأ المصلحة الشخصية، ولكن الصحيح وليس المزيف. إن أحسنتم أحسنتم لمن؟ لله، حاشا لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، سبحان الله. الآية السادسة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لمن؟ لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأخيرة أيها الأحبة في سورة المزمل من أوائل السور نزولا، هذه الآية العظيمة، ماذا يقول الله تبارك وتعالى فيها في آخرها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن أنت العبادة مفروضة عليك لمصلحتك أنت. طيب لماذا نهانا عن شرب الخمر؟ لمصلحتك، ليقيك من شر الأمراض. طيب لماذا نهاني عن الزنا؟ ليقيني من شر الأمراض الجنسية. كل شيء له حكمة.
محور الحدث هو الإنسان، محور هذه المصالح هو الإنسان. طيب لماذا يعاقب الله من لا يؤمن به ومن لا يلتزم بهذه العبادات؟ هذا السؤال جميل ولكنه غير منطقي، سأقول لكم لماذا. الشمس أيها الأحبة تشرق وتمنحنا الضوء والحرارة والأشعة، فالدورة المائية تعمل، دورة الماء، المطر ينزل، النباتات تنمو، الحيوانات تتكاثر، بالنتيجة مصلحتك أيها الإنسان تتحقق، أنك تعيش وتأكل وتشرب وتنام إلى آخره. ماذا لو فكرت هذه الشمس أن تخالف القانون الكوني، سنة الله التي أمرها الله بها؟ ماذا لو فكرت الشمس أن تقول أنا لن أضيء الأرض لمدة عام سأرتاح مثلا؟ لو كانت مثل البشر لديها قرار، يعني الذي سيحدث أن الحياة وستموت أيها الملحد. لذلك أنت لا ترضى، الكون الآن فيه قوانين الجاذبية وقوانين هذه الحركة وكلهم في فلك يسبحون، أنت لا ترضى أن يعطل قانون الكون، ولا ترضى أن يعطل القانون البشري الوضعي الذي يعاقب المجرم أو القاتل. الآن أنا سأعطيك مليون دولار وأقول لك هناك مدينة، أدخل إلى هذه المدينة ومارس كل المتعة وكل ما تريد، ولكن هناك شيء في هذه المدينة، أن القاتل لا يعاقب. يمكن لأي شخص أن يقتلك وليس هناك أي مشكلة وليس هناك قانون، لن تدخل حتى لو أعطيتك ملايين الدنيا. ما الفائدة أنك تعطيني ملايين ثم تدخلني إلى مكان ليس فيه قانون، يمكن أن يقتل الإنسان. إذن أيها الأحبة، أنت الآن ترفض أن لا يطبق القانون. طيب لماذا أنت فقط تريد أن تشذ عن هذا القانون؟ لماذا أنت فقط تريد أن تقول أنا أريد أن ألحد وليس هناك أي مشكلة؟ أنا أسألك أنت الآن. طيب يقول هذا الملحد، ما الذي يضر الله إذا ألحدت أو لم أؤمن؟ سأقول الله لا يضره شيء، ولكن أنت بإلحادك ستتحول إلى مجرم. المجرم في القرآن هو الذي يستكبر عن آيات الله ويضل الناس، هذه أكبر جريمة وسأفسرها لك الآن بشكل بمثال واضح جدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لماذا سماهم مجرمين؟ سأقول لك. أنت الآن تجلس أمام الكاميرا وتروج للإلحاد، أي أنه لا يوجد إله للكون، وأنك أيها الإنسان بمجرد أن تموت ستتحول إلى تراب في سلسلة طويلة من التطور. قد يأتي كائنات بعد الإنسان متطورة أكثر منه وأنت عبارة عن لا شيء. هذه الفكرة التي أنت تروج لها. طيب لنفرض أن هناك شاب اقتنع معك بهذا الكلام وألحد، وهذا الشاب تعرض لظلم، وأنا جاءتني أسئلة بهذا الخصوص، وجاءني شخص كان على وشك أن يقدم على الانتحار لأنه تعرض لظلم شديد وتأثر بأحد الملحدين فألحد، فقد الإيمان بالله، فعندما ظلم كثيرا قال أنا ما الفائدة من هذه الدنيا إذا كنت لا أستطيع أن أخذ حقي لا في الدنيا ولا يوجد آخرة، إذن أنا الانتحار أفضل، سأرتاح من هذه الدنيا. هذا لو انتحر ستكون أنت المسؤول عن هذه الجريمة، أنت المحرض على قتل هذا الإنسان، أنه قتل نفسه لأنك أقحمته في غياهب اليأس. كان لديه أمل أن هناك إلها عظيما عادلا حاكما قويا منتقما جبارا سيأخذ له حقه، فهذا يعينه على الصبر والاستمرار. أنت دمرت هذا الأمل. ماذا فعلت؟ دمرت هذا الأمل. عندما دمرت هذا الأمل في هذا الشاب
ذهب إلى الانتحار. وبالفعل نحن عرضنا دراسة قلنا إن أكثر الذين ينتحرون حول العالم ليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين، أكثرهم من الملحدين، وأثبتنا هذا في دراسة أمريكية موجودة على موقعي على الإنترنت أيها الأحبة. طيب، أنا الآن أمام شخص لديه نزعة للسرقة، فعندما قلت له لا يوجد إله، ما الذي يضمن لك أن هذا سيسرق ويضر الناس؟ شخص آخر محترف اعتداء جنسي في أمريكا أيها الأحبة، حسب الدراسة أو حسب إحصائيات وزارة العدل الأمريكية عرضناها قبل سنوات، هناك 400,000 محترف اعتداء جنسي على الأطفال وعلى النساء وغير ذلك، 400,000 في هذه الدولة الأكثر تطورا. ثم يقولون المسلمين يتحرشون، كله كذب. المهم، هؤلاء معظمهم من الملحدين، ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين، بل كلهم، لا نقول معظمهم. انظر أخي الحبيب، طبعا أنا أخاطبك أيها الملحد بكلمة أخي، أنت أخي في الإنسانية، وكلمة حبيب يعني أحب لك الخير وأحب أن أنقذك من هذا المصير الأسود الذي ينتظرك فيما لو بقيت بهذه العقلية. انظر، عندما أوهمت هذا الإنسان أنه لا إله ولا حساب ولا عقاب والقضية كلها ستنتهي بالموت، سوف إذا كان لديه رغبة أن يغتصب سيغتصب، إذا ضمن عدم العقوبة، أمن العقوبة، أمن عقوبة الدولة، سيغتصب، سيسرق. طبعا ليس كل الناس يفهمون المبادئ والأخلاق، هناك أناس ضعاف القلوب. عرضنا دراسة أتصور لجامعة أوريغون قبل سنوات، قلنا قامت هذه الجامعة بدراسة علمانية إلحادية ليس لها علاقة لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي ديانة أخرى. طبعا إن الدين عند الله الإسلام، ولكن نحن نستخدم مصطلحات بشرية. قاموا بدراسة، وجدوا، أرادوا أن يعرفوا سر انتشار الجريمة في بيئة محددة، لماذا تنتشر الجريمة في مكان محدد وفي مكان آخر قليلة. هناك علم اسمه اتجاهات الجريمة، علم اتجاهات الجريمة. بعد دراسة طويلة ومضنية وسنوات تبين أن البيئة التي فيها إيمان بعذاب جهنم تقل فيها الجريمة بشكل كبير، البيئة التي تقوم على الإلحاد ولا يؤمنون بأن هناك نار جهنم تنتشر فيها الجريمة. إذن الله عز وجل أعلم بك أيها الإنسان، وأعلم بأن بعض الكائنات التي خلقها مريضين نفسيا، هناك مجرمون، هناك مرضى القلوب، هناك أناس من أسوأ ما يكون حقيقة أيها الأحبة. هؤلاء يجب أن تخوفهم في الدنيا بقوة القانون وفي الآخرة بعذاب نار جهنم، فوضع هذا العذاب ليخفض نسبة الجريمة، ليحميك، وضع هذا القانون ليحميك. إذن ليس من العدل أن تقول أنا لا أريد أن أطبق هذا القانون على نفسي ولكن أطبقه على غيري، هذا ليس عدلا، تلك إذن قسمة ضيزة غير عادلة. يعني ما لكم كيف تحكمون؟ تريد أن تطبق القانون على غيرك لأنه يضمن لك الحماية، أما القانون الذي يضمن الحماية لغيرك لا تطبقه عليك، هذا الأمر غير عادل. إذن أيها الأحبة، الله عندما وضع قانون للكون وضعه لهدف محدد، ما هو هذا الهدف؟ ليحمي هذا الكون. يعني مثال على ذلك، سأعطيكم مثالا، هناك نيازك تسبح حولنا، لو كانت هذه النيازك وهي بالمليارات تسير بشكل عشوائي لكنا رأينا كل يوم مليون نيزك ينزل على الأرض، ولكن هناك نظام، هناك قانون، هناك الله وضع للأرض مجال مغناطيسي قوي يمتد 60-70 ألف كيلومتر خارج الأرض لا يرى، يسميه العلماء درعا مغناطيسيا، هذا زود الله به الأرض
ليحميها من شر الرياح الشمسية القاتلة، من شر الجسيمات الكونية، النيازك، الحجارة، كلها تنحرف وتبتعد بعيدا ليحميك أيها الإنسان. تأتي تقول أنا لا أريد أن ألتزم بالقانون. طيب إذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق يأتي على مزاجك، أنا لا أريد أن أؤمن، لا أريد أن أصلي، أريد أن أشرب الخمر، طيب دمرت نفسك ودمرت غيرك، يعني ما الذي حققته؟ يعني هذا الملحد قال أنا أو أحد قال له يدعي أنه كان مسلما وقال أنا أول يوم برمضان أفطر، هذا أول رمضان أفطر وأشعر بمتعة، يعني ما الذي حققته من إفطارك برمضان؟ يعني إذا كان علماء الغرب اليوم مجلة الطبيعة نيتشر أشهر مجلة في العالم علميا تنشر دراسة عن فوائد مذهلة لصيام شهر رمضان، أنه يعالج متلازمة خطيرة هي متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائي التي تسبب اضطرابات في القلب، سكتة دماغية، مشاكل في الأمعاء، مشاكل في الكبد، الضغط، السكري إلى آخره، يحميك الصيام من الأمراض، يحميك من شر الوزن الزائد والالتهاب المفاصل وغير ذلك. الله أمرك بالصيام لماذا؟ لأنه يريد لك الخير. طيب أنت عندما أفطرت يعني ما الذي حققته؟ أنا أخاطب هذا المسلم الذي اتبع الملحد يعني هو يفتخر بأتباعه ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، وفي آية كريمة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا أخي ستحمل ذنوبك وذنوب من تضلهم من العباد، اجلس في بيتك واكتفي بأن تضل نفسك، عسى الله أن يغفر لك، لا تضل غيرك، ما الذي تستفيده من إضلال الناس؟ إذن أيها الأحبة، عندما أمرنا الله بالعبادات لمصلحتنا، ولماذا فرض العقوبة؟ ليضمن استمرار الكون، لأن الكون فيه نظام صارم، الكون فيه نظام صارم، نظام الجاذبية ونظام الحركة والقوانين كلها، سرعة الضوء ثابتة، كذا ثابت، كلها قوانين لكي تضمن لي أنني أنا أجلس هنا بأمان، لا أتعرض لأشعة كونية ورياح شمسية قاتلة، واليوم طلعت الشمس وبكرة لم تطلع، ويوم كذا ويوم، سيتحول إلى فوضى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن الله أمر بهذه القوانين ليضمن لك الحماية أنت شخصيا. عندما عاقب من يقتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هنا لم يقل ولا تقتل المؤمنين أو المسلمين، النفس، أي نفس لا يجوز أن تقتلها إلا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وضع هذا القانون ليحميك أنت شخصيا. الحديث يطول أيها الأحبة، أستودعكم الله، إلى لقاء قريب نستكمل هذا الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.